اثار سوهاج للسرقه فقط لا غير، محتاجه اثار سوهاج سبوت عليها عشان تفعلها، وتبقى تبقى عملنا حاجه للدوله وجبنا موارد وعملنا سياحه وعملنا شغل ونشطنا المحافظه. المحافظه هنا فقيره فقيره. اسمح لي استوقف حضرتك بسؤال، يعني ايه اثار سوهاج للسرقه فقط لا غير؟ اثار سوهاج للسرقه فقط لا غير ده معناه، يعني هو ده المعنى الوحيد اللي ممكن استنتجه، ليه مجمد اثار سوهاج؟ ليه بعيدها عن السياحه؟ هو ده بيحمل معنى بس انه في حاجه. ليه يعني ايه يعني قرار رئيس جمهور، قرار رئاسي من 91 لمدينه اخميم لم ينفعل الان، مع العلم ان مقابر اخميم تم ان الاثار بنت مقابر جديده مستحدثه الناس بتدفن فيها حاليا، وما زالت المقابر اخميم اللي هي تحتها استكمال معبد رمسيس اللي هو موجود في اخميم لم تزال الى الان من 91 لمصلحه مين ده؟ ايوه بس جمله ان اثار سوهاج للسرقه فقط لا غير دي جمله خطيره جدا. طبيعي هي واللي ظاهر لحد دلوقتي ان حضرتك مسؤول عن الكلام ده؟ ان اثار سوهاج للسرقه فقط لا غير، طبيعي اللي ظاهر دلوقتي بيقول ان اثار سوهاج كده للسرقه فقط لا غير. حضرتك بتشتغلي اصلا هنا في محافظه سوهاج؟ انا مدير ترميم اثار المخازن المتحفيه. حضرتك مدير ترميم اثار المخازن المتحفيه؟ تمام. ولامس الاثار وده مجالي اساسا وشغال فيه وعايشه، بس يعني ايه اثار سوهاج لحد دلوقتي متحف المفروض المغزى من وراه ان هو يبقى لتنشيط السياحه وعمل سياحه اثريه لسوهاج، ويبقى من وراه برضه ان في سياحه علميه لسوهاج لدراسه الاثار، يعني هنخش كده في كارير توثيق الاثار بالمعنى اللي هو العلمي، يعني ايه لحد دلوقتي ده كله مش معمول. طيب لان خطوره وحساسيه النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها، انا اسف في السؤال اللي هساله لحضرتك، ولكن مظهر حضرتك وهيئه حضرتك هي اللي بتضطرني ان انا اسال هذا السؤال. هل حضرتك تنتمي لجماعه الاخوان المسلمين او لاي فرقه من فرق الاسلام السياسي؟ لا طبعا، هو بس هو منظر اللحيه دي ده حاله وفاه، عندي حاله وفاه ليها 35 يوم بالظبط، اخويا كان توفى بس مش، لكن هو المخسر ده اساسا هو كل سواج الغالبيه مثلا الثوار بالتحديد يعرفوا مين حامد وحامد بينتمي لمين. حضرتك اسمك استاث حامد؟ حامد قرمشطه. تمام. حضرتك من ثوار 25 يناير هنا في محافظه سوهاج؟ من ثوار 25 يناير وثوار 30 يونيو. تمام. وبدأناها ثوره مثلا من 2010 من اول وثيقه وطنيه التغيير، وده كله ده موضوع منتهي. حضرتك لا تنتمي لجماعه الاخوان ولا للسلفيين؟ لا بالعكس، انا عدو ليهم من 18/2/2011 من جمعه النصر، من اول ما جابوا لنا القرضاوي وكده توجست ان احنا رايحين في دوله الفقيه، فده موضوع منتهي، انا حتى عدو ليهم من بدري. تمام جدا، الف شكر لحضرتك. الله يخليك. شكرا جزيلا. الله يخليك.